يبدو أن مسلسل الاستهداف الممنهج للمنشآت الصحية في طول البلاد وعرضها لا نهاية له، بل هو في تصاعد مستمر. ولم تفلح كل الدعوات الدولية والأممية ودعوات المنظمات الإنسانية لتحييد هذه المنشآت وتأمين الحد الأدنى من الحماية لها وللكوادر العاملة فيها، والعداد ما فتئ يعمل. فقد خرج بالآلية ذاتها 18 مشفى على الأقل من الخدمة في المناطق المختلفة خلال الأشهر الأخيرة من عام 2015، وهي الفترة ذاتها التي شهدت وقفتين احتجاجيتين أمام مبنى الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك للدعوة إلى حماية المنشآت والكوادر الصحية، وشهدت أيضاً عقد العديد من المؤتمرات والاجتماعات للغرض ذاته. ثم تمخضت الهجمة الروسية الشرسة على ريف اللاذقية عن إخلاء أو تدمير قرابة 8 منشآت صحية، واستهدفت واستهداف وتدمير العديد من سيارات الإسعاف في المنطقة، وكذا الكثير من سيارات الإسعاف والطواقم الإسعافية في محافظات حلب وحما وإدلب وريف دمشق ودرعا. إن العمل الإنساني في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري باتت في الحقيقة ضربا من المحال، لأن ما تؤسسه الجهات الإنسانية في سنوات تدمره الضربات الجوية في ساعات، بل ربما في دقائق. ويزيد الطين بلة الموارد المادية المحدودة جدا في ظل الاحتياجات الإنسانية الهائلة، وكذا هجرة الكوادر الطبية المحدودة أصلا بعد الفشل الذريع للمجتمع الدولي في تأمين أدنى حقوق الحماية لها. إنها صرخة استغاثة تطلقها منظمات التحالف، علها تجد لها صدى قبل أن تحل الكارثة الأكبر. ولا تساعة مندمي فهل من مجيب. الحقيقة نحن في تحالف المنظمات السورية غير الحكومية، والمنظمات الطبية بشكل خاص ندين بأشد العبارات اليوم الأسود في تاريخ العمل الإنساني، والذي أدى إلى خسارة 6 منشآت طبية في يوم أمس، وخسارة 5 من العاملين، استشهاد 5 من العاملين في الحقل الطبي، وإصابة 11 عاملا طبيا، إضافة إلى خسارة 22 مدنيا وإصابة 32 آخرون في الاستهداف المباشر من قبل الطيران الذي يسيطر على سماء سوريا، سواء الطيران الحرب الروسي أو طيران النظام. نحن ندعو الأمم المتحدة للتحقيق فورا بهذه الجريمة، جريمة ليست ضد المدنيين في سوريا، هي جريمة إنسانية كبرى مروعة. شهدنا على مر التاريخ جرائم حرب، لكن أن تستهدف المشافي التي تعالج الناس، هذه رسالة خطيرة تفيد بأن المدنيين، أيها المدنيون، إن جرحتم أو استشهدتم أو متتم أو عذبتم، لن تجدوا أحدا لكي يعالجكم.